طابت اوقاتكم مشاهدي الكرام، اهلا بكم في استوديو صنعاء. ابرز مستجدات اليوم، طبعا اعلنت الخارجيه الامريكيه في مؤتمر صحفي ستعقده في احدى القواعد العسكريه بالقرب من العاصمه واشنطن في 18 من الشهر الجاري لعرض اسلحه قدمتها ايران للميليشيا الحوثيه. الادله الجديده ستورط ايران في او ستثبت تورط ايران في دعم الميليشيا الكهنوت بالسلاح. المبادرة التي قدمها المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة ربما لم تأخذ حقها من الاهتمام. هناك من يهمل هذه المبادرة أو يتغافل عنها. سأقرأ لكم فقط بعض النصوص التي وردت فيها. طبعا المبادرة بخصوص مدينة الحديدة وموانئ الحديدة الصليف ورأس عيسى، طبعا بالإضافة إلى ميناء الحديدة الرسمي. بداية يتحدث عن من أجل وقف العنف وتحسين الظروف المعيشية والإنسانية إلى آخر ذلك. وتتنص المبادرة على وقف شامل للعمليات العسكرية في مدينة ومحافظة الحديدة، على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية، وعلى أن تلتزم الأطراف بعدم استخدام أي تعزيزات عسكرية إلى المحافظة. انسحاب متزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة لخارج مدينة الحديدة ومن موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى إلى خارج الحدود الإدارية للمدينة، على أن يتم تحديد نطاق الانسحابات في ملحق الاتفاقية. تشكل أيضا لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين بمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية المذكورة في هذا. أيضا الأمم المتحدة أن تستعين بالخبرات الضرورية. أيضا يكون نطاق الترتيبات الأمنية والإدارية في المرحلة الأولى مقتصرا على مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى كما يحددها الملحق. تكون مسؤولية أمن منطقة الميناء مقتصرة على جهاز خفر السواحل وحرس المنشآت بإدارتهم المعينة قبل سبتمبر 2014، على أن تنسحب كافة التشكيلات العسكرية والأمنية الأخرى من منطقة الميناء. تلتزم الأطراف بإنهاء أي مظاهر مسلحة في المدينة. 7، تقوم الأمم المتحدة بنشر عدد من مراقبي آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في ميناء الحديدة وصليف ورأس عيسى لمارسوا مهامهم. يكون حفظ الأمن والنظام في مدينة الحديدة من مسؤوليات قوات الأمن المحلية وفقا للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة. وعلى جميع أيضا يجب على جميع الأطراف تسهيل حركة تسهيل حركة الأشخاص والبضائع. الالتزام بتسليم خرائط الألغام للمدينة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى. تكون إدارات موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى مسؤولة عن إدارة هذه الموانئ ممثلة في الأشخاص المعينين قبل سبتمبر 2014، وينطبق ذلك على إدارة الجمارك. وتقوم المتحدة بلعب دور قيادي في الإشراف على عمليات التشغيل والتفتيش في الموانئ. 12، تقع إدارة مدينة الحديدة على عاتق المسؤولين المنتخبين المحليين وموظفي الخدمة المدنية وفق القوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة. تحول جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي اليمني من خلال فروعه الموجودة في الحديدة للمساهمة في دفع رواتب الموظفين المدنيين بدءا من موظفي الخدمة المدنية في الحديدة. توفر الأمم المتحدة التدريب وبناء القدرات، وهذه أبرز ما جاء في البنود أو في هذه المبادرة التي تم تخوين المؤتمر الشعبي العام. مجلس النواب تعرضوا للتخوين بسبب أنهم قبلوا بإشراف أممي، موظفين إداريين فقط يشرفوا على تحويل الإيرادات، يعني استلام الإيرادات التي تستلم في ميناء الحديدة يشرفوا على تحويلها إلى حساب البنك المركزي في عدن، ومقابل ذلك تلتزم الأمم المتحدة البنك المركزي أيضا بدفع رواتب الموظفين في جميع محافظات الجمهورية. لازلنا في
أجواء الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهي مناسبة لا شك تأتي في ظروف قاسية وصعبة تشهد اليمن أكبر وأسوأ أزمة وكارثة إنسانية في العصر الحديث، هذا بحسب التقارير الأممية. الانتهاكات المتزايدة التي يعاني منها أبناء شعبنا، منها القمع الممنهج الذي ترتكبه ميليشيا الحوثي، شمل كافة تصنيفات الحقوق في القانون الدولي في ظل صمت مطبق من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي. اليوم نعيش هذه الذكرى، أنا أعتبرها ذكرى لأنه لا توجد أي فعاليات تعزز من حقوق الإنسان في اليمن أو العالم. اليمنيين المدنيين الأبرياء يتعرضون للتعذيب والقتل أيضا تحت التعذيب، يتعرضون أيضا للاعتقالات خارج القانون وكذلك الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، أيضا التهجير على نطاق واسع وقمع الاحتجاجات السلمية أو منع بالأصح منعها تماما، وأيضا تقييد حرية التنقل والحرمان. هذه اتفاقيات وبنود معلنة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان المعلن في 10 ديسمبر عام 1948. لو تحدثنا أيضا عن الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في العمل، الحق في المعرفة، الحق في التنقل، كل هذه الحقوق مهدرة. لمناقشة هذا الموضوع وقضايا كثيرة سرني أن أرحب بالناشط الحقوقي الأستاذ مراد الغارتي، وأبدأ معك النقاش ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم مجددا وأرحب بك أستاذ مراد، و لا شك أن الجميع يتطلع إلى عمل حقوقي أكبر، وبالأمس كنتم في ندوة خاصة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعرضتم فيها الكثير من الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، ربما قدمتم نموذج أو 100 نموذج فقط من آلاف وربما عشرات الآلاف من الجرائم التي لم تعلن. إذا ما تحدثنا بالأرقام، يعني كم عدد الانتهاكات التي ارتكبت التي يعني وثقتموها حتى الآن؟ مساء الخير أولا عزيزي عبد الولي، شكرا على هذه الاستضافة. فيما يتعلق باحتفال اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بداية كنا نتمنى أن نحتفل بهذه الذكرى كما تفضلت، لكننا بقينا نبكي على الانتهاكات والضحايا الموجودين في اليمن والتي قامت ميليشيا الحوثي الانقلابية بكافة تلك الانتهاكات، أو على الأقل 95% من تلك الانتهاكات قامت بها ميليشيا الحوثي. الأرقام مهولة بالنسبة للانتهاكات التي قامت بها ميليشيا الحوثي، فاليمنيون يكادون يعيشون في سجن كبير في المناطق التي تسيطر عليها تلك الميليشيا. لدينا أرقام في حالات القتل، هناك أكثر من 15,000 حالة قتل وجرحى ممن تم رصدهم وتوثيقهم عبر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وعبر منظمات يمنية أخرى وأيضا عبر منظمات دولية. ربما المنظمات الدولية أو منظمات الأمم المتحدة تقول أن هناك 10,000 قتيل وجريح أو مصاب في اليمن كونها تحققت من تلك الحالات فقط، ولكن الرصد لدينا أكثر بكثير من ذلك. لدينا مسألة تجنيد الأطفال، ما تم رصده حوالي 15,000 طفل ممن تم تجنيدهم وتوثيقهم من قبل المنظمات، وبرغم أن الحكومة أيضا تقول بأن هناك 25,000 طفل تم تجنيدهم. هناك حالات الاعتقال والإخفاء القسري، ولا أسميه اعتقال وإنما أسميه اختطاف، أو ربما في المصطلح القانون الدولي لحقوق الإنسان نسموه الاعتقال التعسفي من قبل ميليشيات الحوثي. هناك أكثر من 18,000 شخص معتقل أو تم اعتقالهم خلال 4 سنوات الماضية من قبل ميليشيا الحوثي. إذا ما تحدثنا عن حالات التعذيب، هناك أكثر من 1000 حالة تعذيب، والتعذيب بأنواعه. دعني أتحدث مثلا حتى عن
عن عن تصنيفات معينة في إطار الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي. فمثلا في موضوع القتل، هناك القتل العمد، هناك القتل المباشر عبر القذائف الهاون وغيرها، هناك القنص، هناك الاعتداء المباشر في المنازل وقتلهم في المنازل، هناك القتل في الشوارع، هناك تصنيفات عديدة في إطار الانتهاك أو الحرمان من الحياة، الحرمان من الحق في الحياة ترتكبها ميليشيات الحوثي. هناك في مسألة التعذيب، هناك التعذيب الجسدي، هناك التعذيب النفسي، هناك التعذيب المفضي إلى الموت أو التعذيب حتى إلى ما قبل الموت وإطلاق أولئك المعذبين، وهم كثير منهم كانوا من الصحفيين والناشطين والسياسيين ثم خرجوا من سجون ميليشيا الحوثي وماتوا في اليوم الثاني والثالث. هناك الكثير من التصنيفات التي يمكن وضعها في إطار الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي. هناك اعتقال من النساء، وهذا تطور خطير جدا بالنسبة للانتهاكات التي تجري في اليمن، والتي كان حتى في المجتمع اليمني الاعتداء على أي امرأة أو مواجهة أي امرأة كان المجتمع ينتفض ويرفض ذلك، إلا أن ميليشيا الحوثي تقوم أو لديها تقريبا الآن 234 امرأة معتقلة لديهم. هناك ميليشيا نسوية أو ما يسمى، لا أريد أن أقولها، ما يسمى بالزينبيات، لا يقومن بمداهمة المنازل لاختطاف النساء من منازلهن، اختطاف النساء من الشوارع. هناك اعتداءات تمت التي تمت في أكتوبر الماضي وتمت خلال ديسمبر العام الماضي أيضا بعد موت الرئيس السابق علي عبد الله صالح. أنا شاهدت إحدى الحالات في بالاعتداء على النساء اللي خرجنا إلى ميدان السبع للمطالبة بذويهم والمطالبة بالمختطفين بعد موت الرئيس علي عبد الله صالح، وقامت الزينبيات أو ميليشيا الحوثي النسوية بالاعتداء عليهم. هناك شهادات عيان كثيرة أنا شاهدتها أثناء تواجدي على الأقل في صنعاء في مرحلة من المراحل. هناك الكثير من الانتهاكات أيضا التي ترتكبها ميليشيا الحوثي. هناك خروقات، حتى دعني أصنفها في إطارين رئيسيين. الإطار الأول ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني والمعني بموضوع المدنيين، والمعني أيضا بالحالة الإنسانية أو الوضع الإنساني وعرقلة المساعدة الإنسانية وتدمير النظام الصحي وتدمير المؤسسات والقتل العمد والقصف على المدنيين أيضا. وهناك الإطار الآخر الرئيسي، وهو القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي يعنى بالانتهاكات المباشرة مثل موضوع التعذيب وموضوع الحق في الحياة ومواضيع أخرى كثيرة. ربما أن المواثيق الدولية الكثيرة التي وقعت عليها اليمن، هناك 7 اتفاقيات رئيسية معنية بهذا الموضوع، منها الإعلان العالمي هو يعتبر أم لتلك الوثائق، ولكن ميليشيا الحوثي هي ميليشيا انقلابية ويدخل وتدخل انتهاكاتها ضمن إطار القانون الدولي الإنساني. تصنف أيضا كجرائم حرب ما تقوم به الميليشيا. نعم نعم، ما قامت به الميليشيا هناك الكثير مما يصنف بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هناك نوعين من الجرائم التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني. هناك أنواع كثيرة، يعني هناك جرائم أربع تصنيفات في نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية. التصنيف الأول يتعلق بجرائم الإبادة الجماعية، والتصنيف الآخر يتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والجريمة الرابعة التي تتعلق بجرائم العدوان. نحن نتحدث هنا عن جريمتين أساسيتين، اللي هي الجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهي ما تقوم به ميليشيا الحوثي من انتهاكات تندرج تحت هذا يعني بنسبة كبيرة جدا. وهناك الانتهاكات اللي تعرض لها المواطنون اليمنيون يتندرج تحت إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، في موضوع التعذيب، في موضوع القتل أيضا عبر يعني القتل المباشر. أستاذ مراد، هذه المناسبة ربما عملت فيها المنظمات المدنية فأجهزة معلومات فقط، يعني قدمت معلومات، قدمت أرقام، قدمت أيضا وثائق، لكن لم نشهد أي تحرك قضائي أو يعني رفعت دعاوى أو شيء من هذا القبيل لضمان أنه ملاحقة القتلة والمجرمين. دعني أوضح جزئية مهمة، وهي أن ميليشيا الحوثي قد قوضت منظومة الرصد في بداية، يعني والعمل من قبل المنظمة. يعني ما وصلكم أو ما تم رصده هو كم يمثل من الحقيقة؟ لا، أنا أتصور أنه يمثل 60% على يعني ما استطعتم الوصول إليه. نعم، 60%. أعتقد أنه أيضا أقل.
أو ربما أقل. يعني أنا أتصور أنه 60% بحكم العلاقات التي تربطنا ببعض الأشخاص وبعض المعلومات التي تصلنا، وأيضا حتى من تقارير المنظمات الدولية التي تتواجد أيضا في اليمن، هناك كثير من أعمال الرصد والتوثيق. ولكن هذه المهمة هي المهمة المتاحة التي نستطيع. حتى أسر الضحايا لا تستطيع أحيانا أن تبلغ عن هذه الجرائم. طب بالطبع أسر الضحايا لا تستطيع، خوفا من الاعتداء عليها، خوفا من اعتقالها. يعني ميليشيا الحوثي عندما ارتكبت كثير من الانتهاكات، ولدينا أيضا تقارير في هذا الشأن لدى المنظمات المعنية بالرصد والتوثيق، هناك ميليشيا الحوثي تقوم باعتقال بعض الأشخاص، ثم عندما تطلقهم تطلق أيضا تهديد لأسرهم بعدم الحديث عما حدث لهم، وأيضا أحيانا تأخذ أيضا رهائن حتى لا يتم الحديث عن الانتهاكات التي تعرض لها الناس، وبالتالي الناس لا يستطيعون الحديث. حتى في موضوع، دعني أعرق على موضوع مشاورة السويد فيما يتعلق بموضوع الأسرى والمعتقلين، الآن هناك خوف كبير من 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 تعرض أهالي المعتقلين الذين ربما سيطلق سراحهم بعد هذه المشاورات. هناك خوف كبير، وعلى الأمم المتحدة والقرد أن تفرض رقابة وأن تفرض ضمانات بعدم الاعتداء على أولئك الأهالي من أهالي الضحايا والمعتقلين. فيما يتعلق بالقضايا الدولية، القضاء اليمني الآن بالنسبة للمناطق المحررة فعلا هناك يعني بدأت المسألة تعود تدريجيا، ويمكن اليوم تم تبادل قوائم الأسرى. يعني تصور عدد الأسرى من الطرفين 15,000 أسير ومعتقل. هناك هذه هي حقيقة الحرب وما يجري في اليمن. 15,000 نحن رصدنا فقط أكثر من 18,500 معتقل ومخفي. 18,000 حوالي 18,000 لدى عصابة الحوثي خلال الأربع السنوات الماضية، منهم من أطلق. إذن 15,000 عندما تقسم على طرفين، إذن الحوثي لم يقدموا سوى نصف العدد فقط. نعم. إذا حسبناها بنسبة النصفي أو 50% فالحوثيين لم يقدموا، يعني قدموا تقريبا زائد النص. هل يعني عندما أيضا ننظر إلى طبيعة ونوعية المعتقلين، هناك أيضا فارق أساسي، يعني إنه هناك من يعتقل من الحوثيين، يعتقل في المعركة وهو حامل سلاح، مقابل يفرج عنه مقابل يعني معتقل تم اعتقاله من الشارع في أحد شوارع صنعاء أو في إب أو في دمار أو في المحويت أو في حجة أو في الحديدة، أو اعتقل حتى من بيته لمجرد الاشتباه. دعني أتحدث. يعني موضوع الأسرى أو تسليم الأسرى، دعني أقول، هو موضوع اندرج ضمن القانون الدولي الإنساني، وهذه عملية يفترض أن يكون تبادل أسرى بتبادل أسرى مماثلين من الفريقين أو من الطرفين. بينما نحن هنا، أو ما يتم الحديث عنه في مشاورات السويد، يتم الحديث عن معتقلين ومخفيين من النشطاء والصحفيين والسياسيين، وأيضا المدافعين عن حقوق الإنسان والنساء والأطفال إلى آخره، كثير من الفئات والتجار والأكاديميين وغير ذلك من الفئات، كلها فئات مجتمعية مدنية، ويفترض أن يتم إطلاق سراحهم يعني بدون عملية تبادل. بينما الآن يعني الحوثي يضغط من أجل إطلاق هؤلاء بتسليم أسراه المقاتلين في الميدان الذي كانوا يعملوا قيادات ميدانية والمقاتلين الميدانيين، وهناك جزء كبير أيضا ممن تم اعتقالهم في ميادين القتال من قبل الحوثي أو الذي كانوا يقاتلوا طرف الحوثي تم إعادة تأهيلهم، وخاصة من الأطفال ما دون سن 18 سنة. يعني وهناك أيضا الآن يتم الحديث، أنا أريد يعني أنا أعرف كيف في مشاورة السويد أن كيف ستفعل بالنسبة للمفقودين، كيف ستفعل بالنسبة للمخفيين، كيف ستفعل بالنسبة للأسماء التي لم تصل إليها حتى بالنسبة للحكومة الشرعية. تجري هذا اليوم حملات نشطة للاعتقال في الحديدة وفي أيضا في حجة وفي المحويت وأيضا في صنعاء، يعني هناك أكثر الميليشيا تقوم بتجميع أكبر. نعم. عدد من المختطفين والمعتقلين ربما تقايض بهم. يعني المسألة بالنسبة لها سهلة أصلا، هذا هو المسألة سهلة بالنسبة لها، يعني نعم. المواطنين موجودين، أي شخص ممكن تختلف معه وتبلغ عنه ممكن أنه يأخذ. إذن مراد سنستأنف حديثنا لكن بعد استعراض هذا التقرير الذي اتصال معنا جاهز من السويد، معنا الزميل أصيل سارية. إذا قبل أن نذهب إلى التقرير، أصيل مساء الخير ورحب بك، ولو تطلعنا على ما جرى اليوم وتحديدا في ملف الأسرى.
مساء جميع مشاهدي قناة اليمن اليوم. اليوم منذ الصباح تم تسليم كشوفات الأسرى والمعتقل والمعتقلين من جميع الأطراف. وفد الشرعية سلم المعتقلين بتقريبا 7000 معتقل وعفوا ب8000 معتقل في المقر الله سلم 7000 معتقل، أي أن الإجمالي 15000 معتقل وأسير ومفقود. فيما يتعلق بهذا المجال هناك مهلة 43 يوما، هاي تبدأ من اليوم لوضع الإجراءات الفنية والخطوات الزمنية حسب ما فهمت أنه تبدأ يوم 18 التنفيذ. خلال 43 يوم هذه يتم إطلاق جميع المعتقلين المعروف مصيرهم والأحياء. بعد هذا بعد 43 يوم وإطلاق جميع المعتقلين وفقا للآلية المزمنة هذا بثلاثة أيام يتم تحديد أماكن المفقودين أو أسماء المفقودين والمخفيين قسريا، ومن لم يتم التعرف على جثثهم أو من لم يتم العثور على جثثهم في الأماكن التي سيدخل إليها الصليب الأحمر لانتشال الجثث من أماكن الصراعات أو بعض الثلاجات المتواجدة في بعض المستشفيات في عموم الجمهورية. هذا الاتفاق سينفذ بإشراف مباشر من الصليب الأحمر ومن الأمم المتحدة ومن مكتب المبعوث. من اليوم بدأ هذا الاتفاق، أصبح ساري التنفيذ. بمجرد انتهاء هذه الجولة من المشاورات سيتم تنفيذها، لأن هذه الخطوة هي خطوة أساسية لعقد المشاورات القادمة التي ربما تكون في منتصف يناير القادم. نعم. وعلى الجانب الآخر ما يتعلق بمطار صنعاء وأيضا المبادرة التي قدمها المبعوث الخاص بالأمم المتحدة بشأن الحديدة وموانئها. مطار صنعاء لا يزال الحديث فيه ملف الأسرى والمعتقلين، لم يتم التقدم في أي ملفات، يعني ليس هناك تقدم ملموس. بالنسبة لمطار صنعاء وفقا للأخبار التي وصلتنا اليوم إلى غرفة الأخبار أنه ربما يكون هناك غدا نتائج حول مطار صنعاء، ربما ستتم الموافقة على أن يكون مطار صنعاء محليا، لكن ليست هذه أنباء أكيدة، ما لا يزال التشاور حولها. وسمعنا أنه قد يكون هناك ضغط للقبول بهذه المبادرة، لأن وفد الشرعية لا يزال مصرا على أن يكون مطار صنعاء مطارا محليا ولو لفترة محددة، بحيث تنطلق الرحلات من مطار صنعاء إلى مطار عدن ويتم تفتيش الطائرات هناك. نعم، المطار ستكون بهذه الآلية، أي أن يقلع المسافرين من مطار صنعاء إلى مطار عدن أو مطار سيئون، يعني لم يحدد بعد، لكن هو بالتأكيد في المطارين، يا إما سيئون أو عدن، ومن ثم تتجه إلى وجهتها إلى القاهرة أو إلى عمان أو إلى أي كانت وجهتها. ما سيجري في هذه المطارين وفدا للمبادرة هو مجرد التفتيش، وأيضا أسعار التذاكر لن تتغير، ستكون هي بنفس الأسعار فقط، وسيتم إجراء تفتيش الحقائب داخل المطار. فيما يتعلق بملف مدينة الحديدة حتى هذه اللحظة ليس هناك أي تقدم في هذا الملف. أمس المبعوث الأممي قدم مبادرته أو ورقة عمل بخصوص الحديدة وبخصوص تعز، ولكن اليوم في غرفة الأخبار زارنا مجموعة من أنصار الله وتحدثوا أنه حدث اختراق في هذا الجانب، وأن هناك وافقوا على بعض الأطروحات أن يكون هناك إشراف أممي وأن يكون هناك انسحاب عسكري من المدينة، يعني أن لا تتواجد أي قوات عسكرية في المدينة. في المقابل الشرعية لا تزال تصر على أن تستلم المدينة بالكامل. ملف الحديدة هو أكثر الملفات أيضا صعوبة، بعد أن كان ملف مطار صنعاء هو الأكثر صعوبة، اليوم نتفاجأ بأن ملف ميناء الحديدة هو الأكثر صعوبة وتعقيدا، ولكن قد نسمع أيضا أخبار عن نتائج إيجابية وفقا لما هل تلمس جدية بين الفريقين، هل تلمس جدية في المشاورات و
يعني برأيك هل الضمانات كافية لتنفيذ هذه الاتفاقية؟ الضمانات هي ضمانات تقدمها الدول الراعية وتقدمها المجتمع الدولي. يعني إذا سألتك ما الفرق بين مشاورات ريمبو ومشاورات بيل وجنيف والكويت؟ وفقا لما يتحدث به الوفود أنه لا يوجد تقدم كبير ولا يوجد فروق كبيرة، ولكن نحن في هذه المشاورات حدث اختراق كامل فيما يتعلق بملف الأسرة. طبعا ملف الأسرة هو ليس جزءا أساسيا من هذه المشاورات، حيث أنه تم الاتفاق عليه من قبل انعقاد هذه المشاورات. ولكن كجانب كمبادرة حسنية أنه يطلقوا الأسرة بحيث أنه تكون المشاورات لها قيمة. يعني طبعا الإفراج عن الأسرى والإفراج عن المعتقلين هو يتم التشاور عليه منذ أشهر، يعني ربما منذ أن تولى المبعوث الأممي مهمته. هذه الخطوة هي الخطوة الأولى والضرورية التي يصفها جميع الأطراف بأنها أهم خطوة لإعادة بناء الثقة، وربما هذه الخطوة هي من تؤسس بالخطوة التالية، وهي خطوة ربما تكون مطار صنعاء هي الأقرب لأن تحل. أما بقية الملفات كالحديدة والإطار السياسي بشكل عام قد تؤجل في الجولة القادمة التي ربما تعقد كما ذكرت قبل قليل بداية أو منتصف شهر يناير، لأن هذه المشاورات ستنتهي يوم غد الخميس، هو ستعلن نتائجها يوم غد الخميس. إذا لم يكن هناك أي نتائج حتى يوم غد أو بعد غد الخميس، فبالتالي سترحل الملفات إلى الجولة الأخرى من المشاورات بعد شهر من الآن. نعم، الـ يعني المشاورات حتى الآن تجري وفقا للجدول الأعمال أم هناك تغييرات؟ وفقا لتصريحات مكتب المبعوث هذه المشاورات تختلف عن سابقاتها، لا يوجد جدول أعمال ثابت، لا توجد خطة جامدة، هناك اجتماعات مستمرة بين الطرفين. الاجتماعات حدثت أول مرة اجتماعات مشتركة بين الطرفين منذ انعقاد المشاورات في جنيف، ومن ثم الكويت اجتماع مشترك جمع الطرفين في لجنة الأسرة. إذا حدثت أي انفراجة في ملف مطار صنعاء أو الحديدة سيكون هناك اجتماع مشترك آخر. يعني لا توجد جدول أعمال، لا يوجد جدول أعمال. نحن لما نطلع على جدول أعمال واضح عن لهذه المشاورات هي ثلاث قضايا يتم مناقشتها، يعني بالتوازي مع كل قضية مع الأخرى. نعم، الإعلامي الزميل أصيل ساريا، أشكرك جزيل الشكر، كنت معي عبر الهاتف من السويد. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى هذا التقرير حول الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الموتى الحوثية بحق المدنيين الأبرياء في ظل صمت مطبق للمنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان. نتابع نسائنا في النقاش بعد هذا التقرير. تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابي انتهاكاتها الممنهجة واسعة النطاق والجسيمة للقانون الإنساني الدولي، والتي أدت إلى المزيد من تدهور الأوضاع بشكل مخيف ومقلق للغاية، ضاربة بعرض الحائط الهدنة الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان. استهداف المدنيين المتعمد وأعمال العنف التي تؤججها هو ما دأبت عليه ميليشيات الموت الحوثية، ورفضها وقف أعمال العنف ضد المدنيين الأبرياء والانتقام ممن يرفض القتال في صوفها أو فكرها البغيض. وقعن قذيفة من نوعها وين هوزار تقريبا، ضربا هنا في هذا المكان، مفقرن الباب والباء، أرسلوا بها الحوثي من المزارع هذه القريبة من المدينة. انتهاكات الميليشيات الحوثية وصلت إلى مستوى جرائم حرب من خلال ممارسة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي واستخدام العنف والتعذيب وسوء المعاملة في سجونها الخاصة. لم تكتفي الميليشيات بتلك الجرائم، بل وصل الحد بها إلى نهب المساعدات الإغاثية وابتزاز التجار ورجال الأعمال، فضلا عن امتناعها صرف مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها منذ أكثر من عامين، واستخدام سياسة التجويع للمواطنين، ما يعد أسلوبا من أساليب القتل البطيء وفرض الحصار على السكان المدنيين والتشريد القسري للسكان، وما ينشأ عن ذلك من آثار رهيبة في التركيبة السكانية، كلها ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وتستدعي تقديم قيادات الميليشيات إلى المحاكمة.
استمرار المفاوضات السياسية في العاصمة السويدية ستوكهولما تؤكد مؤشرات الأولية أن الميليشيات الحوثية لا تريد التوصل إلى حل سياسي لإيقاف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين والتوصل إلى حل سياسي دائم ينهي معاناة اليمنيين منذ أكثر من 3.5 سنوات. أهلا بكم. إذن أستاذ مراد الغارتي، واقع حقوق الإنسان في اليمن يؤكد أن انتهاكات بالجملة تمت وتتم يوميا ضد المدنيين الأبرياء. يعني إذا ما تحدثنا عن الحماية التي تقدمها المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، ما هي يعني شبكات التأمين أو يعني ما الضمانات التي تقدمها أيضا لحماية المدنيين في هذه الحرب الشعواء؟ فيما يتعلق بهذا الموضوع، نحن كناشطين أو كخبراء في مجال حقوق الإنسان، هناك آليات دولية أو ما يسمى بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وهذا يكون في الوضع الطبيعي وليس في وضع النزاع أو في وضع الحروب، الذي ينظمه القانون الدولي الإنساني، والمعنية به هي المحكمة الجنائية الدولية، وربما إلى جانب ذلك بعض الآليات أو مجلس الأمن أيضا. المحكمة الجنائية الدولية تستطيع أن تتقبل الملفات من خلال المحاكمات وإنشاء محاكم متخصصة وإنشاء محاكم داخلية أو دولية بالنسبة لمرتكبي جرائم الحرب، وهو انطلاقا من مبدأ عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وهذا المصطلح يستخدم في سياق القانون الدولي الإنساني، بينما في سياق القانون الدولي لحقوق الإنسان نستخدم مصطلح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهناك تصنيفات مختلفة لهذا الموضوع. ينبغي أولا أن يتم التقاضي في الإطار الوطني إن أمكن، إن كان القضاء مهيئا أو مؤهلا بالنسبة لقضايا الانتهاكات أو تدريبه أو ما إلى ذلك، ما لم فينتقل الموضوع إلى الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمعنية بانتهاكات التي يواجهها المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي. بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، أصبحت الآن تقبل الشكاوى الفردية من قبل من تعرضوا للانتهاكات، مثلا الذي تعرضوا لقصف، الذين تعرضوا لاعتداءات مباشرة، الذين خلال الفترة الماضية أو خلال الفترة القادمة، خلال فترة النزاع لنقل. بالنسبة لبقية الحالات المتعلقة بالتعذيب وحالات القتل المباشر وأيضا حالات الاختطاف وحالات الاعتقال، هناك آليات دولية للحماية ينبغي تقديم الشكاوى إليها، وهي بدورها ستقوم بتجميع تلك المعلومات. دعني أقول من اتجاه آخر بالنسبة للآليات، لهذه الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، هي آليات ما زالت تعاني من قصور في التعامل مع الميليشيات أو الجماعات المسلحة التي خارج إطار الدولة. هذه الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان كما قلت في الغالب هي تعمل في الأوضاع العادية أو أوضاع السلم عندما تحدث انتهاكات من قبل جماعات أو من قبل الدولة، وهي بذلك تخاطب فقط الدولة أو الحكومة المعنية في تلك البلاد من أجل رفع تلك الانتهاكات أو وقف تلك الانتهاكات التي تجري. ولكن فيما يتعلق بفترة النزاع، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة وحتى جريفيث والمسؤول الشؤون الإنسانية والمسؤولين الآخرين في الأمم المتحدة المعنيين بالشؤون الإنسانية هم الذين يستطيعوا أن يخاطبوا تلك الجماعات المسلحة. المحكمة الجنائية أيضا تستطيع أن تحاكم مرتكبي الانتهاكات من تلك الميليشيات المسلحة أو الجماعات المسلحة. هذا جزء بسيط مما تستطيع القيام به الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. لو عدنا لملف الأسرى، وأنت تحدث عن توثيق 18,000 أو أكثر من 18,000 حالة اعتقال خارج القانون قامت بها ميليشيا الحوثي، اليوم يتحدثون عن 7,000 إلى 8,000 أسير فقط، أين ذهب 10,000 الآخرين؟ وهل من آلية معينة لتوصيل هذه الكشوفات إلى الفريق المتواجد في السويد؟ هناك لم تطلب الحكومة من المنظمات، الحكومة أنا شاهد طلب في الفيسبوك بس
نعم لا لا هناك قصور في علاقة يعني نقول قصور في علاقة الحكومة مع منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني في الغالب تعمل بحيادية وخاصة المعنية بالرصد والتوثيق، وتقدم تلك الانتهاكات التي قامت بتوثيقها فعلا من الميدان وعبر وثائق وعبر استمارات، وربما كما حصل في ندوة يوم أمس عبر الفيديوهات والتسجيلات مع الضحايا كجلسات نقول جلسات استماع. هناك ما تنشرها المنظمات وتقول وتنشر أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الوسائل الإعلامية أن هناك 18500 تقريبا و500 شخص من المعتقلين والمخفيين. لماذا لا تقوم الحكومة دعني أقول لماذا لا تقوم الحكومة بطلب تلك الكشوفات والتعامل بها مع ميليشيا الحوثي التي قامت بتلك الاعتقالات؟ الحكومة فقط هي قدمت تلك الكشوفات والأسماء التي لديها معلومات مباشرة أو بلاغات سابقة. بلاغات سابقة من خلال اللجنة طيب الوطنية. الكثير لم يبلغوا، الكثير لم يبلغوا نعم. أو لم تقدموا نعم. ببلاغات، لكن نعم. هم لا يعلمون ما هي القناة التي يستطيعون من خلالها توصيل هذه البلاغات. يفترض أن يكون هناك عمل منظم قبل نعم. الذهاب إلى ريمبو. نعم، كان يفترض أن يكون هناك لجان مسبقة تنشأ لموضوع حصر المعتقلين واللقاء بالأسر، وأيضا نشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن من لديه معتقل أو مخفي، من لديه أسير، من لديه هكذا، وتتم تجميع تلك المعلومات. هل تتوقع تصفية الأسرى أو الذين لم يدخل تدخل أسماءهم ضمن المطالبات؟ هناك من المتوقع أن يكون هناك بعض الأشخاص الذين تم تصفيتهم بشكل مباشر أو عبر التعذيب أو عبر عدم إيصال العلاقات إليهم، أشياء كثيرة ممكن أن ترتكبها الميليشيات. من المتوقع أن يكون هناك جزء كبير من المفقودين الذين نتحدث نعم. عنهم قد ماتوا في هل من إحصائية لمن توفوا تحت التعذيب؟ هناك تقريبا يعني حوالي 10 إلى 15 حالة التي وثقناها الذين ماتوا تحت التعذيب، ولكن الذين عذبوا الموثق منها كما هي الحكومة تقول أن هناك حوالي 1200 شخص، بينما نحن نوثق أكثر من 170 حالة تعذيب تم تعذيبها. أما الذين ماتوا تحت التعذيب حوالي من 10 إلى 15 شخص، لست متأكدا من هذا الرقم. نعم. ولكن وهناك جهات أخرى تؤكد أن هناك 140 شخص نعم. توفوا تحت التعذيب، لكن أنت تتحدث عما تم توثيقه أو ما استطعتم نعم الوصول إليه من قبل نعم. المنظمة. أنا أحيي فيك، هذا المهنية الموضوع يتطلب أيضا تثبت من كل المعلومات والأسماء. بالطبع هناك معايير محددة للتوثيق والتثبت من تلك الحالات، وكما قلت أن هناك أجزاء كبيرة من اليمن واليمنيين الذين يعانون لا نستطيع الوصول إليهم ولا نستطيع الوصول إلى ذويهم، وهم أيضا ذويهم لا يستطيعون الوصول إلى 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 المنظمات، أو أحيانا يخافون من أي اعتداء من قبل ميليشيا الحوثي التي حتى تراقب الهواتف وتراقب كل تحركات كل ذوي المعتقلين والمعتقلين السابقين لديهم المتواجدين في مناطق ميليشيا الحوثي. عندما نتحدث عن حقوق الإنسان في يعني تحت حكم هذه العصابة، ما الذي أبقته من حقوق الإنسان ليتم الحديث عنه؟ لم يبقى شيء يعني شر حتى الحريات الشخصية صارت اليوم منتهكة، ممكن أي حد في الشارع يوقفك ويفتش تلفونك. يا رجل حتى التجار الذين يعملون ما زالوا يعملون في داخل صنعاء من أجل المحاولة أو المساعدة في رفع المعاناة الإنسانية بالنسبة للمواد الغذائية يتم ابتزازهم صحيح. ويتم اعتقالهم ويتم فرقهم. يعني مع 36 مناسبة لازم يدفع فيها في كل مناسبة لازم التي تعقد والانتهاكات والألغام وكل الانتهاكات. نحن صنفنا حوالي 20 نوع من الانتهاكات التي ترتكبها أو التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين خلال هذه الفترة كاملة. هناك أكثر من 20 انتهاك ارتكبته ما بين التعذيب والقتل وقصف المدنيين والإخفاء القسري والتهجير القسري وتجريد الأطفال والاعتداء على النساء، ويعني حوالي 20 نوع من الانتهاكات. هذا بالإضافة إلى خروقات أو انتهاكات أخرى تتعلق بتدمير النظام الصحي، تدمير النظام الاجتماعي، خطاب الكراهية، كثير من الأشياء التي تحدث والتي تقوم بها ميليشيا الحوثي لم تترك شيئا، ولم تترك لا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا شابا إلا وقامت بالاعتداء عليه أو قامت بانتهاك
حقوق تلك ميليشيات إجرامية ينبغي ملابنا الملفات وتوثيق تلك الانتهاكات. لن نكتفي نحن كمنظمات أو كنشطاء حقوقيين لن نكتفي فقط بالرصد والتوثيق وتقديم التقارير للأمم المتحدة، ولكن سنعمل على بناء تلك الملفات وتقديمها إلى الآليات الدولية، وأيضا رفع قضايا ورفع دعاوى دولية وأيضا وطني وحتى وطنية في إطار القضاء عندما يكون جاهزا ومستعدا لذلك. لن نكتفي بهذا القدر، وسنعمل أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام مثل قناة اليمن اليوم والقنوات الأخرى المهتمة بالشأن اليمني. هناك أيضا قصور كبير لدى المجتمع الدولي أو الشعوب الأخرى، لا تصلها كل المعلومات المعنية بالشأن اليمني أو في الداخل اليمني. أحيانا هم بعضهم يتعاطفون مع الحوثي وبعضهم يتعاطفون مع الحكومة وبعضهم يتعاطفون مع أشخاص، لأن ليست الصورة كاملة لديهم عما يحدث من معاناة وانتهاكات من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية داخل اليمن. الناشط الحقوقي البارز مراد الغارتي، أشكرك جزيل الشكر على تشريفك لي في هذا اللقاء وكل المعلومات الضافية التي قدمتها. شكر موصول لكم أيضا مشاهدي الكرام في الجزء المتبقي من حلقة اليوم، نعرض لكم المقاطع الفيديو التي وصلتنا من المشاهدين في الداخل والخارج ضمن الحملة الشعبية للمطالبة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. ألقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء. نطالب وننشد المجلس الدولي والأمم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح من أجل أن تسترد اليمن واليمنيين واليمنيات فرحتهم العظيمة بعودة السفير أحمد علي عبد الله صالح إلى أرض اليمن السعيدة. ونتمنى من المجلس الدولي والأمم المتحدة أن يناقشوا الموضوع هذا بكل اجتهاد. طالب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي ضمن مفاوضة السويد. كلنا سفير أحمد علي عبد الله صالح بالروح بالدم مفتيك يا يمن. نطالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب المجتمع الدولي برفع العقوبات على أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي نطالب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. من مجلس الأمن الدولي عليه أن يرفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي. نطالب الولايات المتحدة برفع العقوبات على العميد أحمد علي عبد الله صالح، وكلنا أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي شمال وجنوب، كلنا أحمد علي. نطالب مجلس الأمن الدولي بسرعة رفع العقوبات الظالمة عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. لذا نرجو من أبناء الشعب اليمني والشرفاء من الأمة العربية الأصيلة الوقوف والمشاركة في هاشتاغ رفع العقوبات الظالمة عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. طالب الأمم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي. كلنا أحمد علي. طالب المجتمع الدولي برفع العقوبات عن العميد أحمد علي عبد الله صالح، رجل الأمن رجل السلام. نطالب المجتمع الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح وكافة أسرته، وهذا مطلب كل الشعب اليمني وليس مطلبي أنا. نحن كيمنيين نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح فورا. لناشد الدول أحمد علي عبد الله صالح الذي كانوا شيخ أب الشعب الآن الشعب داوع، الآن الشعب ذهب، الآن قتلوا العالم. نطالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح لحل مشاكل اليمن. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح.
من أجل الأمن والأمان، من أجل الحرية والديمقراطية، من أجل السلم والسلام، نطالب مجلس الأمن الدولي بالإفراج عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي. أول شيء الرحمة على الزعيم علي عبد الله صالح زعيم الأمة العربية والإسلامية. ثاني شيء نرجو من عبد رب منصور هادي أن يقوم بخطوة جيدة اتجاه أحمد علي، ونطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبة عن العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح. هذا مطلب اليمنيين شمالا وجنوبا وكل اليمنيين. نحبك يا أحمد علي. برفع العقوبات على السفير الدبلوماسي أحمد علي. كلنا أحمد علي. طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطلب رفع العقوبة على السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب المجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا نطالب المجتمع الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. لك يا سفير المكرمات مكارم كالشمس تسطع، وبكل قلب خافق نسمات حبك فيه تزرع، وبكل ألحان الكرامة موطن بهواك يسجع. فلك التحية والولاء بها نبايعكم ونصدع. نطالب برفع الإقامة الجبرية عن سعادة السفير أحمد علي عبد الله صالح سفير المحبة والسلام. ذلك الرجل الذي تلطخ يده بقطرة دم واحدة، صاحب اليد البيضاء التي لم تتلطخ بقطرة دم واحدة في الوقت الذي يتجول فيه المجرمون والقتلة في كل أنحاء العالم تحت غطاء الأمم المتحدة التي تصنع لهم بذلك مبررات لمواصلة قتلهم وتلويعهم وقصفهم وتدميرهم لأوطانهم. لذلك فأنا أضم صوتي إلى الملايين الهادرة من محبي السفير أحمد علي عبد الله صالح للمطالبة برفع الإقامة الجبرية عن سعادة السفير أحمد علي عبد الله صالح السفير الغالي على اليمنيين وعلى جميع محبيه في الداخل والخارج. نطالب برفع العقوبات الظالمة عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أفراد القوات المسلحة نطالب برفع العقوبات على العميد السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. وكلنا السفير أحمد علي. نطالب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. وكلنا أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي. المتحدة ومجلس الأمن الدولي برفع العقوبات الظالمة عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. طالب برفع العقوبات على السفير أحمد علي. كلنا أحمد علي. طالب برفع العقوبة على السفير أحمد علي. وهنا من جزان الهدية. كلنا أحمد علي. العقوبات عن السفير أحمد علي مما سيسبب في دعم الأمن والأمان ونجاح المفاوضات في السويد. وهذه العقوبات ظالمة وغير مبررة مما نتج عنها تأزم، وعند رفعها ستخلق انفراج في الأزمة اليمنية، وحينها سيعم الأمن والأمان والاستقرار. نطالب برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح، ونطالب مجلس الأمن الدولي أنه يرفع العقوبات هذا الضار عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب المجتمع الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي. نطالب برفع العقوبات على أحمد علي. نطالب الأمم المتحدة برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة برفع العقوبات عن العميد أحمد علي عبد الله صالح، بحيث أن العقوبات عليه ظالمة.
كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب من مجلس الأمن والأمم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب المجتمع الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كنا لأحمد علي عبد الله صالح. نطالب برفع العقوبات الظالمة والمجحفة عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله. نطالب مجلس الأمن برفع العقوبات على السفير أحمد علي. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله. نطالب مجلس الأمن برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي. بسم الله الرحمن الرحيم. نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن وكل شرفاء العالم بسرعة المطالبة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، كون أن هذه العقوبات ظالمة وجائرة في حق هذا الرجل الذي يعرف بأنه رجل السلام ورجل دولة من الطراز الأول. كما نطالب الأخوة المتفاوضين في السويد بسرعة رفع مذكرة وتسليمها إلى ممثل الأمين العام المتحدة بخصوص موضوع رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا اليمن. من الولايات المتحدة الأمريكية ولاية نيويورك، نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. السفير أحمد علي بعد 2013 أصبح رجلا مدنيا وسفير في دولة الإمارات، وليس له أي علاقة بالأوضاع السياسية والعسكرية التي حصلت بعد 2014. نحن لا نعظم الأشخاص، وهذا ليس من باب التعظيم، وإنما من باب الوفاء لقواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام، ومن باب الإنصاف لشخصية أحمد علي عبد الله صالح. كما نطالب الوفود التي وفود المفاوضات في السويد، سواء أعضاء المؤتمر الشعبي العام الموجودين في وفد الشرعية، سواء أعضاء المؤتمر الشعبي العام الموجودين في وفد صنعاء، إلى وضع هذا البند وهو رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. وشكرا. السفير أحمد علي عبد الله صالح. ونحن أحمد علي عبد الله. نطالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. نطالب برفع العقوبة عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وكل الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، نطالبهم برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح رجل السلم والسلام. مجلس الأمم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب برفع العقوبات عن العميد أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، وذلك لأنها عقوبات جائرة وظالمة بحق السفير. نطالب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي. نطالب الأمم المتحدة برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. ونحن كلنا إحنا مع أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب برفع العقوبات عن مستقبل اليمن وهو السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. الأمن الدولي أن يفك اليمن تبريع على أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. الدولي والأمم المتحدة برفع العقوبات الظالمة عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي. لماذا فرضت العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح؟ وليس السفير من شاهد أباه شهيد المحراب في دار الرئاسة ونزم الصمت؟ أوليس السفير من ترك قيادة الحرس الجمهوري انصياعا لأوامر هادي؟ أوليس السفير من قام بعمله الدبلوماسي
دون أي مناكفات؟ أوليست ثورة 2 ديسمبر ضاح ضحيتها الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح والده براءة له من كل التهم الذي نسبت إليه؟ باسمي وباسم كل مؤتمري حر شريف في ولاية كاليفورنيا مطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، تلك العقوبات الظالمة الغير عادلة التي ولدت عن مناكفات سياسية وعهر سياسي أودى ذلك إلى إيذاء شخص أحبه شعبه صغيرهم وكبيرهم، إنه السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. لنا العميد أحمد علي عبد الله صالح، ونطالب من مجلس الأمن بسرعة رفع العقوبات عن العميد أحمد علي عبد الله صالح، كونها عقوبات ظالمة، وأن العميد يعتبر كسفينة نوح للشعب اليمني. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات على أحمد علي عبد الله صالح، كلنا أحمد علي عبد الله صالح. رفع العقوبات عن أحمد علي عبد الله صالح مطلب شعبي، لذلك نطالب برفعها، كلنا أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. تحيا الجمهورية اليمنية. كلنا العميد أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب الأمم المتحدة برفع اسم السفير أحمد علي من قائمة العقوبات الظالمة والجائرة التي لحقت به. نحن كيمنيين مغتربين نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح، لأنه رجل نزيه ولا شفناه منه إلا كل خير. العقوبات على أحمد علي، كلنا سفير أحمد علي. الأمم المتحدة برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح، كلنا السفير أحمد علي عبد الله. خاصة ناشطين وشباب المؤتمر الشعبي العام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة الواسعة في الحملة التي نظمناها للمطالبة برفع العقوبات عن سعادة السفير أحمد علي عبد الله صالح. هذه العقوبات الظالمة، توقيت هذه الحملة يأتي لسببين. السبب الأول بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأيضا السبب الأهم تواجد أصحاب المشكلة وفدي التفاوض المتواجدين في السويد، عليهم أن يرفعوا مذكرة لمجلس الأمن وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة إلغاء العقوبات ورفعها عن سعادة السفير أحمد علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حملة رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، العقوبات الظالمة التي صدرت بحق السفير أحمد علي عبد الله صالح ابن الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله، كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب الأمم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي، كلنا أحمد علي. نناشد مجلس الأمن الدولي أن يرفعوا الحظر عن السفير أحمد علي، كلنا السفير أحمد علي. نعم، كلنا العميد أحمد علي عبد الله صالح، ونطالب مجلس الأمن برفع العقوبة عنه. نريد تفاعل مع الهاشتاغ الذي انطلق يوم أمس معا لرفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي بالإفراج عن السفير أحمد علي عبد الله صالح ورفع العقوبات الظالمة وغير قانونية. نطالب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح،
من السفير احمد علي عبد الله صالح نطالب برفع العقوبات عن السفير احمد علي عبد الله صالح. نطالب برفع العقوبات عن السفير احمد علي عبد الله صالح. رفع العقوبات عن السفير احمد علي. نطالب المجتمع الدولي برفع العقوبات على السفير احمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير احمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير احمد علي عبد الله صالح. نحن ابناء الجمهورية اليمنية نطالب برفع العقوبات عن السفير احمد علي عبد الله صالح. شكرا. طالب برفع العقوبات عن السفير احمد علي عبد الله صالح. مجلس الامن لرفع العقوبات على السفير احمد علي عبد الله صالح العقوبة المجحفة والمغلوطة بالمحاكم السياسية. نحن نطالب المجتمع الدولي بإرفاع الحظر عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع الحظر عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. نطالب المجتمع الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. طالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن العميد أحمد علي عبد الله صالح. طالب المجتمع الدولي برفع العقوبات على السفير أحمد علي وكلنا السفير أحمد علي. أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. الله وبركاته. أنا من دولة طاجكستان، اسمي آية الله إسماعيلوف، أدعو إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على أحمد علي عبد الله صالح. كلنا معاً أحمد علي عبد الله صالح. الوهاب محمد القاز، روسيا الاتحادية، مطالب برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. مطالب برفع العقوبة الظالمة والجائرة عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب العالم والأمم المتحدة إلى أن يرفعوا العقوبات عن العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح. كلنا العميد أحمد علي عبد الله صالح. على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، على كل المنظمات رفع العقوبات الظالمة على السفير أحمد علي عبد الله صالح، لأن السفير أحمد علي عبد الله صالح له شعبية جماهيرية ويعتبر رجل دولة من الطراز الأول. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب برفع العقوبات الظالمة على السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. من أجل مستقبلنا كلنا السفير أحمد علي. أحمد علي الغيثي، أننا نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي برفع العقوبات الظالمة والجائرة على السفير أحمد علي عبد الله صالح، والتي لم يكن لها أي مبرر ولا مسوغ قانوني غير مكايدات سياسية فقط. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. تحية الجمهورية اليمنية. نطالب مجلس الأمن الدولي وحكومة هادي برفع العقوبات الظالمة على السفير أحمد علي عبد الله صالح. مديرية النادر محافظة إب، نطالب مجلس الأمن الدولي والضمير الإنساني والضمير العالمي والعربي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. هذا الرجل الذي أحبه اليمنيين وأحبه الناس وأحبه الشعب. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. وجميع مكونات هذا الشعب، نطالب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح فورا. نطالب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح.
كلنا السفير أحمد علي عبد الله صلاح نطالب الأمم المتحدة برفع العقوبات عنه وعن اليمن وشكرا. من أجل يمن آمن ومزدهر، يمن خالي من الميليشيات، نطالب الأمم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. محي الدين الخالدي، روسيا الاتحادية. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. حان الوقت لكي ترفع الإقامة الجبرية ورفع العقوبات الدولية المفروضة على السفير أحمد علي عبد الله صالح. السفير أحمد علي عبد الله صالح هو رجل أمن وأمان، رجل ارتبط اسمه بذاكرة وأجيال اليمنيين. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن العميد أحمد علي عبد الله صالح. كلنا العميد أحمد علي عبد الله صالح. نطالب الأمم المتحدة بضرورة رفع العقوبات على اليمن وعلى السفير أحمد علي عبد الله صالح. تحيا الجمهورية اليمنية. كلنا نطالب برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. لليمن كلنا السفير أحمد علي. نريد من الأمم المتحدة رفع الحصار عن السفير أحمد علي عبد الله صالح وبأسرع وقت، لأن هذا الرجل السلمي الذي لم يشارك في أي قطرة دم أو سفك أي دم في أي مكان. نطالب مجلس الأمن برفع العقوبات الجائرة والظالمة ضد السفير أحمد علي عبد الله الصالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله الصالح. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات الدولية عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي. نطالب بسرعة رفع العقوبات عن معالي الأخ السفير أحمد علي عبد الله الصالح التي هي ظالمة وجائرة بحقه، والتي أصبحت ضرورة ملحة. إذا كانت نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إذا كانهم يحترموا رغبة الشعوب ورغبة الشعب اليمني، فهذا مطالبة الشعبية وليست مطالبة جماعة أو ضائفة. نطالب الأمم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله الصالح ليتمكن من مشاركته المشاركة الفاعلة في إحلال الأمن والسلم والسلام في الجمهورية اليمنية في الوطن الغالي بإذن الله. تحت هاشتاق كلنا أحمد علي عبد الله صالح. طالب مجلس الأمن والأمم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي. نطالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات الظالمة على العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح. وكلنا أحمد علي عبد الله صالح. وطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي. كلنا علي عبد الله صالح. وكلنا أحمد علي عبد الله صالح. نطالب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. رجل السلام، رجل الأمن والأمان. نطالب برفع العقوبات الظالمة التي أتت بموجب أنه كان معرقلا العملية السياسية وعملية التسوية في اليمن. ولو كان سفير أحمد علي عبد الله صالح معرقلا لعملية التسوية السياسية في اليمن لو وصلوا إلى تسوية سياسية منذ إصدار العقوبات، ونحن اليوم من 4 سنوات منذ إصدار العقوبات ولم يصلوا إلى أي حد.